على شر. هو حر ما يلزمه زادة يحتفظ بهم النفس، لا لا توجهاته ليه شخصية، يحترم زادة الاخرين وآراء الاخرين. نكهب مجولين ماهوش حر كابتن، حاجة أخرى. هات نفسر لك علاش، خاطر وقت اللي تكون شخصية رياضية وطنية صحيح تتبعوك، وكي نسمع عنا الحكم بما أنزل الله هو الحل والديمقراطية ليست من ديننا، يظهر لي تهكم على الدين. هذا معناها كأنه الإسلام ماهوش ديمقراطية، هو دين متاع استبداد ومبايعة وسلطة. ألوغكو الديمقراطية راهو حتى ربي سبحانه كي جينا نعرفوا نقراو الدين نتاعنا والقرآن نتاعنا ما نحكوش هكا. اليوم كونك تكون رياضي راك مطلوب زادة كونك تكون مثقف وحاجة ما تعرفهاش ما تفتيش فيها، خاطر نفس الفتاوي هذية هي اللي خلات زمقتال يدخل، وهي اللي دخلت الإرهاب للرياضيين، رينا رياضي النخبة اللي ماتوا في داعش، هي اللي خلات القاعات الرياضية، ونحكي راني لهنا نحكي على معطيات اللي أنا بشرتها وأنا ريتها، قاعات رياضية خاصة ولات وكر للإرهاب عن سختان مومو، برشا عباد توقفت للأسف في قطاع الرياضة حتى من يعني أساتذة على قضايا نتاع إرهاب، لأنه الخطاب هذايا وقت اللي يكون في المجال الرياضي يولي خطاب نتاع تحريض. خولة ما انا يهمني خاطر سي دو نيمبورت كوا كابت